عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. أولا مبروك علينا، مبروك على جماهير تونسية ترشح المنتخب أخيرا للدور الثالث والدور الأخير من تصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. الماتش هذايا سبيسيال برشا، الماتش هذايا بالنسبة لي واحد من الناس حس روحي فرحان برشا وفي نفس الوقت حزين برشا. علاش فرحان برشا؟ المنتخب اليوم شفناه مردود بالرسمي، مردود رائع 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 جدا، وخاصة في الشوط الأول. المردود هذايا متاع المنتخب التونسي نتصور الجماهير التونسية الكل واللي تسمعوا فيه الكل، المردود هذايا عنا برشا ما شفناهوش مع المنتخب التونسي. بالرسمي المنتخب التونسي اليوم أبدع خاصة في الشوط الأول. ما فهمتش شنو صار، ما نعرفوش الناس الكل ما نعرفوش شنو صار. يمكن وديع الجري جاب مدرب آخر، ما نتصورش كان هذايا فريق منظر الكبير، ماهوش فريق منظر الكبير الحقيقة. ما عمرنا ما شفنا المنتخب التونسي يكور بالطريقة هذية مع منظر الكبير. اليوم المنتخب التونسي بالرسمي نجح في كل حاجة حب يعملها، أي حاجة حب يعملها نجح فيها. إيش معنية نجح في أي حاجة حب يعملها؟ اليوم شفنا برشا كومبينيزون، دي كومبينيزون على اليمين ودي كومبينيزون على اليسار. اليوم شفنا كرة تخرج نظيفة من الديفونس، على اليمين تتخدم كومبينيزون ما بين العيدوني ودراغر والخاوي، ويتيح معهم الخزري، نوليو أربعة على اليمين كيما وسليتي زادة من اليسار يتيح يدخل في بلاصة الخزري، والفرجاني ساسي يدخل للوسط، نرقاو رواحنا بخمسة وبستة نهاجمو. في نفس الوقت زادة كرة كي تخرج من اليسار نرقاو كومبينيزون ما بين الفرجاني ساسي ومعلول ومعاهم السليتي، يتيح معهم الخزري كيف الخاوي يدخل في بلاصة الخزري افون سونتر، ويتيح العيدوني في الوسط كيف نرقاو رواحنا على اليسار نهاجمو بخمسة وستة ملاعبية. اليوم ما غلطناش في الباس متاعنا، ما عملناش برشا ديدي شي، بعض الملاعبية ما كانوش في وقتهم، ما كانوش كما يلزم يكونوا، لكن في المجمل كالمردود جماعي اليوم بالرسمي المنتخب ورى وجه مغاير. حاجة أخرى اليوم في المنتخب التونسي شفنا لرونفيرسمون دي بال، كي تمشي الكرة على اليسار قلنا الخزري يتيح والسليتي يتيح، قلنا الخاوي ياخو بلاصة الخزري. في الوضعية هذه شفنا دراغر يرقى روحه وحده على اليمين، هذايا شنو يعمل؟ يصير رونفيرسمون دي بال على دراغر من عند الفرجاني ساسي. قداش من مرة دراغر ينجم يرقى روحه راس وراس الجول، كيف كي الكرة تتخدم على اليمين والسليتي يدخل يشق افون سونتر في بلاصة الخزري، خاطر الخزري طاح على اليمين، علي معلول يرقى روحه وحده، والعيدوني عمل دي رونفيرسمون دي بال على علي معلول، وعلي معلول ينجم في قداش من مرة يرقى روحه وحده. دونك قلنا برشا حاجات اليوم نجحت المنتخب التونسي، شفناه بالرسمي اليوم فما سيستيم دو جو، فما جرينتا، فما ملعبية عالتيران تحب تربح. هذاك علاش قلنا ما نتصوروش بالرسمي، ما نتصورش إذا كان هذايا فريق منظر الكبير. اليوم أبدع المنتخب، أبدع بكل المقاييس. بالنسبة لأهداف منتخبنا كانت متنوعة، البوت الأول كان من ضربة حرة، وبرافو لعيسى العيدوني بالرسمي لاعب جرينتا، لاعب ربحناه في المنتخب. هيكم شفتوا كيفاش معناه بالرسمي كيف مركز البونتو بشي نحي دبشو الراجل، معناه بالرسمي جرينتا يعطيه الصحة، قليب يلعب على المريول، نشجعوه ونحبوا الملاعبية متاعنا الكل ينجوا على منويل متاع العيدوني. الخزري شفناه جيب بينالتي ضيعها، الله غالب اعطاها حقها، لكن الجارديان شدها يعطيه الصحة اعطاها حقها، ما نجموش نلومو عليه. البونتو الثاني جاء من عند الدراغر، وبالنسبة للبونتو هذي نحب نقول برافو للخاوي. الخاوي اليوم بالرسمي كان ممتاز جدا، الكرة تخدمت على اليسار، تخل بها علي معلول، عديها للخاوي، الخاوي سيبها للخزري، ديريكت الخزري يلعبها للخاوي، الخاوي يلعبها للدراغر، ودراغر يمركي البونتو. كان بونتو رائع جدا
بونتو مخدوم، بونتو بالرسمي تشيخ علي. بالنسبة البونتو الثالث كيف كيف الكرة تتخدم مع اليمين، رونفيرسمون تصير معناها يرقى روحه علي معلول وحده، السليتي هز مع الديفونسير في الوسط، علي معلول بكل ذكاء غزر على اساس باش يوزع الكرة حطها في الجول وتمرك البونتو الثالث. سهلة برشا، محليها اللعبة، محليها ليكيب ناسيونال، كيفيت شيخنا، وإن شاء الله ديما هكا وكاو. حاجة أخرى في المنتخب التونسي اليوم شفناها، وكان لاحظتوا الناس الكل، الكرة أول ما تتفكلنا أول عبيد يدافعوا هما الهجوم. شفنا اليوم بريسينج، شفنا كيفاش الخصري يضغط، كيفاش السليتي يضغط، كيفاش الكلة تضغط في المناطق متاع المنافس. شفنا اليوم بريسينج عالي من المنتخب التونسي، والكرة براتيكمون المنافس موصل لناش للدفاع متاعنا إلا في بعض الحالات، وما كانتش مؤثرة وما كانتش خطيرة. بالنسبة للشوط الثاني مانيش باش نحكي عليه برشا، وكان من الطبيعي أنه المنتخب التونسي المردود متاعه يتيح، بما أنه من الشوط الأول كملنا رابحين 3-3. طبيعي جدا أنهم الملاعبية تصير لهم ريلاشمون، وكيما شفنا المنتخب الزمبي حاول باش يضغط علينا وحاول باش يرجع في الماتش. دونك الشوط الثاني كان عكس الشوط الاول، اللي رغم في الشوط الاول كي ماركينا البونتو الاول قعدنا نضغطوا القدام، ماركينا البونتو الثاني قعدنا زدنا ضغطنا القدام ولوجوا على البونتو الثالث. في الشوط الثاني هذا ما صارش، ورجعنا التالي وصار ريلاشمون للجوهرات، ويمكن حتى بتعليمات من منظر الكبير. ملخص القول في الماتش هذا شفنا برشا حاجات باهيه، كيما المردود اللي قدمه دراغر، الخاوي والإضافة اللي قدمها للمنتخب، كيما شفنا الجرين تمتع العيدوني بالرسمي كان محارب في وسط الملعب، كيما شفنا زادة حاجات سلبية برشا اللي هي حارس المرمى بن مصطفى الحقيقة ما عندوش بلاصة في المنتخب رغم التصدي متاعه للضربة الجزاء، واللي ضربة الجزاء كانت سهلة برشا وكان حتى يخرجها على جنب مش يرجعها في اللاكس. كيف كيف الفرجاني ساسي رغم الدور التكتيكي اللي لعبه في المباراة هذه، لكن الحقيقة ما عادش عنده بلاصة في المنتخب، وشفناه كيفاش الفرصة راس وراس الجول كيفاش ضايعها بطريقة بالرسمي استهزاء من اللعب، ما فهمناش شنو حب يعمل، وبرشا كور ضايعهم في وسط الملعب. هذه جوير ما عادش عنده بلاصة في المنتخب. ونقطة أخيرة بالنسبة للمنظر الكبير، طوى برا عاد شوالي لنا مورينو وبرفورمانس، وماركينا 11 ولا قديش، وقبلنا زوز بونتو وما خسرنا كان ماتش برك، وشكون ليكيب اللي لعبت وعملت البرفورمانس هذية وشكون يشدوا؟ وبش يرجع يحكي لنا كيف العادة اوتوماتيزم برفورمانس، احنا الولا عربيا، احنا ثانيين افريقيا، احنا 25 عالميا، احنا مازالولنا 3 سوايع ونوليو في الكوب دي موند ونمشيو لكاس العالم، وبش يرجع يغنينا في الغنية هذية اللي سنسنا بها الناس الكل. وطوم عليها كان نقول لكم تصبح على خير.